ومن تعز إلى الحديدة، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على حفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية. وأفاد الإعلام العسكري للقوة المشتركة أن الميليشيا حفرت قناتين بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار على ساحل مديرية التحيتة. وبحسب المصادر فإن القناة الأولى تم حفرها في البحر إلى وسط المزارع الكثيفة في منطقة الفازة الاستراتيجية، والثانية إلى وسط مزارع منطقة المجيلس. وتهدف الميليشيا من إنشاء القناتين إلى استخدام الزوارق الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مستغلة القدرة على التخفي والتمويه التي توفرها كثافة مزارع النخيل. ومنذ مطلع العام الجاري شرعت ميليشيا الحوثي في تنفيذ تحركات وأنشطة عسكرية في المناطق الذي سيطرت عليها أو التي سيطرت عليها بعد عملية التموضع الأخير للقوات المشتركة. وقالت مصادر محلية في حينه إن بعض هذه الأنشطة تمت بشكل علني وبعضها تتم تحت مسميات ولافتات مدنية في البحر الأحمر، مستخدمة قوارب الصيد والزوارق التي تنقلها بين ميناء الحديدة والموانئ الفرعية شمال وجنوب المحافظة. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف الصحفي سيد عبد العالم بجاش. مرحبا بك سيد عبد العالم. إذن ميليشيا الحوثي تحفر قناتين بحريتين جنوب الحديدة، وكذلك هذه العملية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية بالتأكيد هي ستهدد الملاحة الدولية. يعني ضمن هذه التهديدات شقت الميليشيا الحوثية الإرهابية قناتين بحريتين تربطها بمزارع قريبة على الساحل في منطقة الفازة جنوب الحديدة. هل من تفاصيل أكثر حول هذه العمليات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، وكذلك ما هي الأهمية العسكرية والاستراتيجية لتلك المنطقة التي تقوم الميليشيا الحوثية في حفر قناتين بحريتين فيها؟ بالنسبة لأنشطة جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة، يبدو أنها تأكيد من استراتيجية الجماعة التي سبق وأعلن عنها تقرير أمريكي. هذا التقرير تحدث عن استراتيجية من ثلاث مراحل تتضمن استهداف المنشآت النفطية والموانئ في داخل اليمني، تليها عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولاحقا استهداف المنشآت النفطية في السعودية و الإمارات. هذه التحركات في محافظة الحديدة تأتي في ظل إصرار جماعة الحوثي ومن وراءها إيران على إبقاء ورقة التهديد قائمة في وجه الإقليم والمجتمع الدولي، وهي أيضا تأتي استكمالا لتحركات في مرحلة سابقة من قياديين في الحرس الثوري الإيراني الذين قاموا قبل فترة بزيارة إلى الحديدة، وقاموا بزيارة 10 مناطق قرب في مدينة الحديدة على البحر الأحمر لإنشاء مواقع عسكرية. ضمن مخطط إيراني للفترة المقبلة في إطار صراع إيران مع المجتمع الدولي واستخدامها الورقة اليمنية. هذا الأحداث أو هذه الاستحداثات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية وحفر قناتين بحريتين بالتأكيد هي يعني مستقبلا، هل تعتقد أنها ستقوم بشن عملية نوعية على مستوى الإقليم؟ يعني هناك هجوم محتمل ضد الملاحة الدولية وكذلك ضد المنشآت النفطية للسعودية والإمارات مثلا. يكفي أن تتمركز الجماعة وتظهر جاهزيتها أمام الإقليم والمجتمع الدولي لتمارس الابتزاز وتحقق الأهداف التي تريدها هي وإيران من وراءها. يكفي أن تتمركز على سواحل البحر الأحمر وقرب مضيق باب المندب، ولديها من الأسلحة التي استعرضتها بالفترة الماضية. هي أقامت تقريبا 3 عروض في الحديدة خلال الفترة الماضية،
وتم وورد هذا في تقرير صدر قبل أيام عن لجنة خبراء اليمن في مجلس الأمن الدولي، وهو تقرير ما زال حتى الآن سريا لكن تم تداول محتوى على نطاق واسع. يتحدث التقرير عن استعراضات الحوثية لأسلحة والتي جرت على سواحل البحر الأحمر في الحديدة، وتضمنت استعراض لأسلحة ومعدات تشكل تهديد للملاحة، وبالتالي التحركات الأخيرة وقيام الميليشيا بحفر قنوات كلها تتكامل في إطار مخطط إيراني مسبق وجاهز للتمركز على هذه السواحل وبالتالي إبقاء التهديد قائما. نعم، يعني منذ إعلان الميليشيا الحوثية عن هذا الاستحداث العسكري وكذلك التصعيد المستمر سواء في منطقة البحر الأحمر أو كذلك في الجبهات الداخلية في محافظات الجمهورية الخاضعة تحت سيطرتها، يعني لم تخرج بعثة الأمم المتحدة بأي تصريح حول ما يجري، يعني حتى التحالف، ما هي التحركات أو هل هناك أي تحرك من قبل التحالف العربي كون ما تقوم به الميليشيا الحوثية من عمليات تهدد أمن الدولتين التي هي السعودية والإمارات؟ التحرك الوحيد الذي تم من قبل التحالف العربي أو دول الإقليم وعلى رأسها السعودية تمثل في تعزيز عمليات القوة 153 والمؤلفة من قوات من عدة دول، إضافة إلى تولي مصر حاليا قيادة هذه القوات ومحاولة تكثيف تحركات القوات المشتركة. لكن يبدو أن مسألة الحديدة والبحر الأحمر تركت لجماعة الحوثيين ضمن توافقات جرت في السنوات الماضية تحت ما سمي بإعادة التموضع، وكانت هذه العملية بمثابة تسليم 90% من الحديدة وسواحلها للجماعة الحوثية ولإيران. جاء هذا فيما كانت الميليشيا في الرمق الأخير نهاية عام 2018 عندما تم إنقاذها من خلال عملية سياسية مخادعة جرت في ستوكهولم في السويد، وتم فيها إيقاف العملية العسكرية لقوات الشرعية والتي كانت على وشك استكمال تحرير مدينة وميناء الحديدة. منذ تلك اللحظات أعلن قياديين إيرانيين أن لولا تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر المؤتمر ستوكهولم فإن الوجود العسكري للحرس الثوري الإيراني وللجماعة الحوثية في الحديدة كان منتهيا بشكل كلي، وبالتالي الوضع الراهن هو نتيجة لما تم في تلك المفاوضات المخادعة. نعم، وضحت الصورة. صحفي سيد عبد العالم بجاش كنت معنا، شكرا جزيلا لك.